ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى نصف درجة الغليان في العراق، وللتخفيف من شدتها تطوع عدد من أصحاب المحال التجارية بوضع مرشات للمياه في الهواء الطلق. العاملون والمارة في هذا السوق منهم من يضع رأسه تحت هذه المرشات للتخفيف من شدة الحرارة، بينما يلجأ آخرون للبقاء تحت مياهها عدة دقائق لتبريد أجسادهم، ظاهرة لا تجدها في مكان آخر سوى في العراق. بالنسبة للمرشات هذا فشي كلش حلو، ونتمنى من كل واحد عنده محل وعنده شغلات حلوة يقدمها للناس، لأن هذا الشيء يعني أول شيء خدمة إنسانية. والله هي تخفف نسبياً، بس مو ما نقدر نسويه إنه أو يعني نتوقع إنه كحل جذري، يعني حل بسيط. القواعد مثلاً هو جاي يمشي ويا درجات الحرارة توصل 50-45، يعني يجي يتبرد شوية ويطلع، يعني تقلل عليه شوية درجات حرارة، بس مو هالجذر يعني. وفي ظل هذه الأجواء اللاهبة تحت أشعة الشمس، أصبحت بعض المهن أكثر إرهاقاً بل أكثر خطورة، وتهدد حياة الكثير من الذين يضطرون للعمل تحت أشعة الشمس. يعني إذا أسبوع زمان يطل الكهرباء يوم عن يوم، صدقني المواطن ما راح يحتاج كهرباء، يحس إنه منتشي، يقوم يطفي جلوب، يقوم يطفي بنكة، يقوم يطفي، يصير حريص، لأن يقول لك هذا الوطن ده يطيني. أما عناصر شرطة المرور الذين يجوبون الشوارع والطرق المكتظة وسط دخان المركبات الممزوج بأشعة الشمس، فقد يكونون الأكثر معاناة من الأوضاع القاسية السائدة في عموم البلاد بسبب موجات الحر الشديد. شروق الغانم، اليوم، بغداد.